طالع يشتغل في ليبيا، فهم طالعين من الشغل حصل لهم حادثة. خلينا الاول نقول كانوا شغالين ايه. هو مبلط سيراميك، مبلط صناعي سيراميك. يعني هو راجل من احمد ده من الناس المجتهدين، يعني من خيرة اهل البلد يعني بصراحة. والده كان راجل طيب، ووالدته برضك ست طيبة في الناس دي بصراحة، في والده وفي والدته، واحمد من الشباب المجتهد والمكافح. كان احمد غزاله ومعاه احمد هاشم. احمد هاشم هو مسافر قبله بصراحه، يعني ايه بقاله فتره مسافر، يعني شغال برضه صنايعي. شغال في السيراميك. قلت لي ان احمد هاشم عنده طفلين لا احمد غزال عنده طفلين اثنين. احمد غزال عنده طفلين اثنين. طيب ايه اللي حصل معاهم هناك؟ مسافرين ليبيا بياكلوا عيش. هم بالظبط، يعني ايه هم طلعوا من الشغل. كانت في يعني الساعه 5 بالظبط كده، هم طالعين حصل تصادم مع ايه مع سياره تانية، فتوفاهم الله. هم كانوا ثلاثه. فاللي كان سايق بيهم يعني الحمد لله طلعت سليم، يعني ما فيهوش اي مشاكل، يعني شويه كدمات، انما احمد غزاله توفاه الله، واحمد الباهي دي برضك هو الشهير بالباهي، يعني هو مشهور في البلد بالباهي، توفاه الله برضك في الحال. يعني هم اتنقلوا المستشفى، لكن كان هم خدوهم المستشفى، بس هم كانوا رايحين يعني قضاء ربنا كان انقضى يعني عليهم، يعني سبحان الله. دخلوا الثلاجه هناك، بدانا نتواصل مع اصحابنا هناك في المستشفيات عشان نطمن برضك، نشوف الخبر صحيح ولا مش صحيح. للاسف طلع صحيح، وتواصلت مع واحد صديقي هناك صورهم له، يعني هم داخلين برضك، فتاكدنا يعني حد برضه من الناس اللي غلطوا خبر ما كنتش لا ما احنا ما هو الخبر ما الواحد ما بيتقبلوش، يعني انت عارف ممكن يكون اشاعه، ممكن يكون واحد بيقول كلمه مثلا ويكون عايش، فما ينفعش ان ايه نزق الخبر عشان خاطر اهله برضك. يعني ما مين اللي بلغ حضرتك؟ انا اللي بلغني واحد صاحبي في ليبيا. هو الحدث يعني هم عملوا الحادثه نص ساعه كان الخبر جاي، لقيته بيرن عليا واحد صاحبي، الوضع واحد اتنين تلاتة حصل كذا كذا مع احمد، والاتنين توفهم، واحمد عطية معهم واحد صاحبي برضك اسمه احمد عطية، دي برضك ايه في العناية. احمد عطية ده اللي كان سايق بيهم العربية، دي اللي كان سايق بيهم العربية، ربنا كتب له عمر جديد بقى سبحانه وتعالى. سبحان الله، بالرغم انه كان معاهم في نفس العربية. هو كان معاهم في نفس العربية، بس هو قدر ربنا سبحانه وتعالى ما بيقع على حاجة، خلاص هم مكتوب لهم كده وهو قدره كده. الاثنين اللي توفوا احمد غزاله واحمد البي كانوا راكبين في جزء اليمين. هم كانوا اليمين، وانت عارف السواق على الشمال، والخبطه كلها جت ايه؟ جت في اليمين. جت في اليمين، والشمال هو السائق كان طبعا على الشمال، فما وصلش يعني الخبطه، التصادم ما وصلوش يعني جامد، انما هم اللي ايه خدوا خبطه جامده يعني.